في أصعب الظروف التي يعيشها العالم. انطلق سباق اختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية من بين 8 مرشحين تقدموا لشغل المنصب خلفا للمدير العام البرازيلي روبرتو أزيفيدو الذي قرر ترك منصبه قبل عام من انتهاء ولايته الثانية. ويدخل مرشح المملكة محمد التويجري المنافسة لشغل المنصب إلى جانب 7 مرشحين من مصر وكينيا ونيجيريا وبريطانيا والمكسيك ومالدوفا وكوريا الجنوبية في عملية اختيار تتم عبر استبعاد المرشحين بالتدريج. To avoid further deterioration, it would be useful to have more dialogue between the players, between the countries who are suffering from this, and see whether there is something that can be done in terms of economic policy. علاقة المملكة المميزة والمتوازنة مع الدول الأعضاء البالغ عددهم 164 دولة في منظمة التجارة العالمية ستساهم في دعم مرشحها الذي يسعى من خلال خططه ورؤيته لقيادة المنظمة للوصول إلى حلول توافقية تراعي مصالح الدول وتعزيز الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية ورعاية وتطوير الاقتصاد في ظل تأثيرات كوفيد-19. When I look at the WTO and look at the challenges that the organization is facing and the existential crisis that it is going through. يرى المراقبون في جنيف أن تجربة وخبرة مرشح المملكة لمنظمة التجارة العالمية في مجال العمل الدولي ومسيرته المهنية المصرفية الطويلة وعمله في صندوق النقد الدولي ستساعده في استكشاف جوانب الإصلاح الضرورية للمنظمة وإقناع الدول الأعضاء بالعمل لتحديد أرضية مشتركة للأهداف ومبادئ السياسات التجارية التي يمكن أن توفر الدعم السياسي لإصلاح المنظمة. ستسهم علاقة المملكة العربية السعودية المتميزة والمتوازنة مع منظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في دعم مرشحها لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.